ينتظر أن يكون سيد المطربين فأصبح سيد قشطة. كان التعبير ده مقصود بإيه؟ إن هو سمين يعني؟ أيوة مفهوش أي حاجة. بيقولوا إنه الوزن ده عقدة قديمة عندك وعشان كده الأستاذ طارق قال الكلام ده. أقسم بالله العظيم تلاتة عقدة ما عارف أتخلص منها. إيه العيب؟ يعني انتوا متضايقين من الصريح ليه؟ نفسي افهم. انا عارف يعني من اي حد بيتكلم صراحة. الناس بقت تخاف تتكلم بصراحه. انت متصالح مع نفسك جدا. يعني ايه سيد قشطه؟ انا ده اسجنك. اسجنك. اوديك اروح المحكمه خليك تتسجن. لازم تبقى مؤدب. انت كده مش متربي ولا شفت تربيه. انت مجنون. ده انا لا اجرؤ اعمل اقول لحد كده. انت جاي لك الجرأه دي منين؟ اللي هو ايه؟ يقول عليا سيد قشطه ازاي؟ هو ليس فيها سب وقصف. يا بجد؟ ما ياخدش حكم المحكمه. يعني هطلع اقول يعني أطلع على عليه قرد يعني؟ معلوماتي. هطلع اقول عليه قرد؟ لا طبعا. الاستاذ طارق فلتت منه. هو ده فلتان؟ هو في كده؟ يتعلم جيل من وراك صحفيين ايه؟ يعني مش فاهم. انت بتسوي ليه؟ ولما قابلتك في السعوديه رحت صالحته وبوست راسه. مسكت ما بيسلم عليا في وسط فنانين واحنا ضيوف عند في السعودية. المستشار تركي الشيخ واقف وناس ناس مش عايز تعمل مشكلة يعني ليها مقامها وليها وجاي بيسلم عليا اديله بالقلم يعني؟ يعني لا بس مش بس سلم عليه بس مش تبوس راسه. ما بيسلم عليا بيبوسني اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ انت قلت له انا ما كنتش زعلان الجمهور اللي زعل. يا ست عمال يقول لي انت زعلان مين؟ اقول له يا عم انا مش زعلان اذا الجمهور. طب انا لما اقول له الجمهور زعل يبقى في زعل ولا ما فيش زعل؟ بس انا عمال اقضم يعني اقضم غيظي منه عشان ما يبانش اي شيء قدام الناس يسيء لينا. ادي الموضوع انا غلطان. طب ايه اللي زعلك اكتر الكلمه دي ولا انه قال ان انت مشروع نجم كبير بس انت ما قدرتش تستغل موهبتك؟ انا نجم غصب عنه وما زلت نجم على فكره. الغيظ ده هجيب لك انا لما عملنا اسماعيليه راح جاي كتب عليه لفظ سيء جدا. قال لك اسماعيليه راح جاي كمننا اسماعيليه راح جاي ده عامل زي ما يفرزه الطفل بعد ما ياكل بساعتين. ايه ما شاء الله مش فاهم علامك انت متعلم فين. اقعدي مع احمد ادم واساليه على الراجل ده كده. انت فاكر كلام اتكتب من 25 سنه؟ طبعا. انا بس بجيب لك العقده فين. العقده فين؟ كتب كده بالخط العريض ما شاء الله. يعني لا وقفت جمهور عن اسماعيليه ولا وقف الجمهور عن غنى محمد فؤاد ولا عن كمنانه ولا عن مساندة الفيلم ولا على تاريخ محمد فؤاد. انت اللي وقفت في الهامش كده بيضحكوا عليك. المهم بس ناقد على اسمعيني بس اكمل لك الموضوع. اتفضل. رحت فرنسا بيعرضوا الفيلم في المركز العربي. اسمه المركز العربي صح؟ المركز العربي. المهم يعني كان في مهرجان وبعتوا لي دعوه. انا قلت لا مش عايز التزم بدعوات مع حد عشان ما ابقاش ملتزم. انا كان عندي شغل فعايز اروح هناك اجازه. فروحت اسبوع في اثناء المهرجان بس بتذكره تانيه غير الدعوه اللي بعتنا عشان ابقى قاعد في اوتيل وحر نفسي وتمام. المهم قاعد صاحبي جاي بيقول لي انت قاعد بتعمل ايه؟ قلت له قاعد في. قال لي ده الفيلم مقفوله الشوارع. احنا انا بقالي ساعه مش عارف اجي من حوالين المركز لان هو ده الطريق اللي يوصل للشانزليزيه. ايوه. قال لي بقالي ساعه مش عارف اجي. العربيات واقفه البوليس بيسلك الشوارع عشان الناس نايمه في الشارع بتتفرج على اسماعيليه رايح جاي. وكنت بتروح السينما تقعد في اخر صف عشان تشوف الجمهور بيعمل ايه؟ ده هنا صح ولا لا؟ ده هنا. انا بجيب لك اللقطه بس. قول لي طيب صح ولا لا؟ صح والله. عرفني ان انا معلوماتي صحيحه. كنت برص كراسي في السينما. اقسم بالله كراسي بلاستيك لان ما فيش كراسي. لا 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 لا, لا. هقول لك ده موال كبير يعني. المهم الاستاذ انا لبست. قال لي قوم البس يا معلم انت فاضل قد ايه على الفيلم يخلص؟ حوالي 10 دقايق. دخلت فاضل 10 دقايق. انا داخل من ورا الناس نايمه والله العظيم قاعدين لان هي في الساحه اللي بره فيها كراسي زي السينما بس الباقي كله ناس قاعده في الارض. فرنساويين وجزائريين ومغاربه وتوانسه كل الوطن العربي بيتفرج والفيلم مسمع في مصر ف عايزين يشوفوا ايه ده. وجايب معاهم
مش عايز اقول لك بيضحكوا وهم مش فاهمين كلام. الساحه دي قدام على فكره المعهد عالم العربي. هو المعهد، انا بكلمك على المعهد. طب هي الساحه دي بقى. انا مش مصدق، انا في الشاشه دي والناس دي كلها مش ممكن يعني. في بصيت يا ما انت كريم يا رب بقى، يعني ببص لربنا خجلان من كرم ربنا عليا. دخلت في الاضاءه بتاعت الشاشه في وشي، فالناس حد التفت شافني وانا داخل، السينما كلها واقفه بتسقف لي والله ولا كني في كان يعني. فدخلت لقيت بعد ما خلص الفيلم اللي 10 دقايق بقول لك كان كل ده عدى، خلص لقيت الصحفيين كلهم الاجانب بكل ما فيش حق بالعرب كلهم مقلوبين عليا. التاني بقى واقف مش عارف يعدي لي اللي كتب بتاع الطفل بعد ساعتين من ما ياكل الطفل، محمد عامل فيها صاحبي جدا وانا ما اعرفوش. محمد حمد انا بصيت كده عارف شكله من الصور يعني، ما هو مرزل على الخلق كلها في صور وما في كل حته. محمد عرفت ان هو ده، قلت له تعالى لي بقى. قلت له شفت ده ربنا، ده ربنا، شفت انت كتبت ايه؟ ده ربنا اللي انت شايفه ده، وانت بقى يعني معاك ربنا تولاك. حبيبي يا محمد يا مش عارف ايه، حبيبي يا محمد، حبيبي يا مش عارف، يعني انسان غريب الشكل. انا مش عارف اعمل ايه يعني، قابلك في السعوديه ازعلك مني ويبقى شكلنا وحش قدام الناس ولا اعمل معاك ايه؟ صح، انت كنت مهذب جدا. احترم نفسك، احترم نفسك. انا بحترمك جدا على الموقف ده على فكره. ده مصلحته ايه كسر في تاريخ زي محمد فؤاد؟ في ممثل تاني غير محمد فؤاد؟ انت تاريخ. مصلحتك ايه؟ انت تاريخ يا محمد. يا خليكي ليا، انا بتكلم فيه تاريخ احسن مني. مع انك بس هو ما عندوش. وجعتني، وجعت لي قلبي، بس انت تاريخ. حبيبتي والله انا حزين على ان دول بيسوقوا وبيكسروا في 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 كل انسان اجتهد في البلد دي. هو ما بيعجبوش الا حاجات معينه، واي حد نضيف هو بيشوفه بالشكل اللي هو شافه.